الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. أولا نشكر شيخنا الفاضل الشيخ عبد المحسن محمد ريس حفظه الله تعالى ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. نشكره على تفضله بالحضور معنا في هذا المساء لأن نتلقى منه الدرس، وهو كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم ثانيا نشكر أيضا الإخوة الحضور على الحضور وعلى المشاركة في هذا المساء وفي هذا المجلس، ونسأل الله أن يكتب لنا سويا أي الأجر المشترك بيننا جميعا. ثم ثالثا الأخ عبد اللطيف هو الذي إن شاء الله سوف يقوم بقراءة الكتاب ونحن نسمع قراءته إن شاء الله تعالى. والأخ عبد اللطيف أنت مستعيد؟ نعم إن شاء الله. طيب أين وجهك؟ افتح الفيديو، فيديو طيب تمام إن شاء الله. الأخ عبد اللطيف، نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نفضل الآن نقدم الجلسة للشيخ، فليتفضل مشكورا. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء وأن أعاننا على الحرص على حضور مثل هذه الدروس وتلقي العلم الشرعي، فإن من يريد الله به خيرا يوفقه في الدين، يفقهه في الدين. من يريد الله به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد إذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في الدين، أو من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يوفق للعلم الشرعي ومن يعان على ذلك ومن يجد في نفسه الهمة والرغبة والحرص على تلقي العلم الشرعي فقد أراد الله به خيرا، فقد أراد الله به خيرا. والعلم الشرعي ليس فقط يعني علم كسائر العلوم، وإنما هو علم من الله تبارك وتعالى الذي خلق الناس أجمعين، والذي خلقنا وهو أعلم بما يصلحنا وشرع لنا هذه الشرائع التي هي جالبة لمصالحنا ودارئة للمضار والمفاسد عنا. فمن تلقى هذا العلم الشرعي فإنه يحصل على هذه الفضائل العظيمة، يحصل على هذه الفضائل العظيمة. وإن من أهم علوم وفنون الشريعة علم أصول الفقه، ومن أعظم من ألف وكتب في هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله، أول من دون علم أصول الفقه. والإمام الشافعي رحمه الله معروف فضله، معروف شرفه وقدره وعلو كعبه في العلم الشرعي، وقد اختار الله عز وجل لحفظ هذا الدين، وكان من أئمة المتبوعين. ولا شك أن تمكننا من قراءة هذا الكتاب الذي هو كتاب رسالة، الذي هو أول كتاب ألف في علم أصول الفقه، وقدرتنا على فهمه واستيعابه والوقوف على أسراره والوقوف على معانيه وتنبيهاته وإشاراته، لا شك أن هذا من العلم ومن أفضل العلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ونطلب من الأخ عبد اللطيف. عبد اللطيف من؟ ما اسمك يا شيخ عبد اللطيف؟ عرف بنفسك. الصوت مغلق، افتح الصوت أخ عبد اللطيف، افتح الصوت، ميكروفون افتح.
اي نعم نعم فتحت سامعكم جيد. يا شيخ. تسمعني يا عبد اللطيف؟ نعم يا شيخ. حياك الله يا شيخ عبد اللطيف، يا مرحبا. من أي البلاد أنت؟ وما اسمك؟ السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. يا مرحبا، من أي البلاد أنت؟ وما اسمك؟ عرفنا بنفسك. تسمعوني؟ الأخ عبد اللطيف، كيف الخط؟ جيد؟ يبدو أن الخط، يمكن النت عندها أيوه ضعيف. الخط عنده ضعيف. الأخ عبد اللطيف، ما شاء الله، قدر الله ما شاء فعل. قدر الله ما شاء الله. نستمر على وضعنا السابق، ولعل عبد اللطيف يعني يرتب إن شاء وضعه الله. قبل بدايه الجلسه في جلسه قادمه. وانت ايضا تعرض الكتاب. اي نعم ان شاء الله بإذن الله. تعرض صوره الكتاب. نعم بإذن الله. طيب الاستاذ عبد اللطيف، سامحنا، نحن نقرا ان شاء الله دوركم في الاسبوع المقبل ان شاء الله، ان شاء الله تعالى. حتى تتجهز بالخط. نعم، من لديه كتاب فليعتمد على الكتاب افضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بقوله: وإنه لذكر لك ولقومك. قال: يقال ممن الرجل؟ فيقال: من العرب. فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من قريش. وقال الشافعي: نعم. لحظة يا شيخ. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يذكرنا بنعمة الله تبارك وتعالى علينا، هذه النعمة الخاصة ببعث رسوله صلى الله عليه وسلم وإنزال كتابه، وهي عامة النفع لنا في الدين والدنيا. هذه النعمة الخاصة بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم هي عامة النفع لنا في الدين وفي الدنيا. ويبين ويستشهد بآيات تدل على امتنان الله عز وجل وتفضله علينا بإرسال هذا الرسول الذي هو حريص علينا، رؤوف بنا، رحيم بنا، عزيز وشاق عليه ما يشق علينا وما يتعبنا، وأنه أمره الله تبارك وتعالى أن ينذرنا ويبلغ شرع الله عز وجل إلينا، وبين أنه أمره أن ينذر أم القرى ومن حولها، يعني ينذر الناس أجمعين، ينذر أم القرى التي هي مكة ومن حولها، كل من في الأرض. ثم قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، أيضا خص عشيرته الأقربين بالنذارة، وهم قريش. ثم قال الله تبارك وتعالى، نقل الإمام الشافعي عن قول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك، أي هذا القرآن شرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه. والإمام الشافعي رحمه الله ينقل عن إمام المفسرين هذا البيان لقوله قومك، لقوله قومك أو قومك. قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، الذي هو سفيان بن عيينة، وهو إمام مشهور ومحدث حافظ، وعرف بالزهد وبالورع، ولد بالكوفة ومات بمكة، ولد سنة 700 وتوفي سنة 95 و198. ابن عيينة يروي عن ابن أبي نجيح، هو عبد الله ابن أبي نجيح، هو إمام مفسر من أهل مكة، يقال إنه مفتي أهل مكة، توفي بمكة سنة 31 و100
ابن أبي نجيح هذا يروي عن مجاهد، ومجاهد هو إمام المفسرين، هو مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبي السائب، ولد بمكة سنة 21 هجرية وتوفي بها سنة 400 هجرية. يقول مجاهد إمام المفسرين عن قول الله تبارك وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك، قال يقال ممن الرجل، هذا الآن يريد أن يفسر ما المراد بقومك، ممن الرجل، فيقال من العرب، فيقال من أي العرب، فيقال من قريش، يعني أن المراد بقوله ولقومك هم قريش، والإمام الشافعي هو قرشي، والإمام الشافعي رحمه الله هو من قريش، ولهذا قال وما قال مجاهد من هذا بين في الآية مستغن فيه بالتنزيل عن التفسير، يعني أن هذا المعنى الذي قاله مجاهد واضح ظاهر جلي لا يحتاج إلى تفسير، يعني مجرد ورود الآية دالة على المعنى المراد منه من دون تفسير. نعم أكمل. نعم. قال الشافعي وما قال مجاهد من هذا بين في الآية مستغن فيه بالتنزيل عن التفسير، قلنا ذلك. نعم. فخص جل ثناؤه قومه وعشيرته الأقربين في النذارة وعم الخلق بها بعدهم، ورفع بالقرآن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خص قومه بالنذارة إذ بعثه فقال وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم. هذا فيه يعني فيه فضل للنبي صلى الله عليه وسلم وشرف له وبيان لعلو ذكره وعلو شأنه، حينما بيّن الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن الذي أنزل إليه هو شرف للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعة لشأنه ولذكره، وأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن أن ينذر قومه خاصة وعشيرته الأقربين، وأيضا أمر أن يعم الخلق أجمعين بالنذارة وبدعوتهم إلى الإيمان والإسلام ونبذ كل ما هم عليه من معتقدات أو ديانات أو آثار سمعوها من آبائهم وأجدادهم، يتخلوا عن كل ما هم عليه يخالف شرع الله ويخالف الإسلام ويتحولوا إلى الإسلام، سواء كانوا مشركين أو وثنيين أو أهل كتاب. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هؤلاء الناس، إلى الخلق كلهم أجمعين، لأجل هذا، لأجل أن يتركوا كل ما هم عليه ويدخلوا في دين الإسلام. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم قومه وعشيرته وأنذرهم لما أمره الله عز وجل بذلك، جمعهم وأنذرهم، صعد على الصفا، أعلى صخرة بالصفا، وقال إني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. فأمرهم فأنذرهم وأمرهم ونهاهم، وامتثل أمر ربه تبارك وتعالى حين أمره بذلك فقال وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم. نعم. وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف إن الله بعثني أن أنذر عشيرتي الأقربين وأنتم عشيرتي الأقربون. يعني الإمام الشافعي قال وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني ما قال مباشرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا،
وإنما قال زعم. والذي يظهر أنه تحوط من أن ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأمور. الأمر الأول أنه يعني لا يعرف بهذا اللفظ أثر عن صلى الله عليه وسلم الصحيح بلفظ وأنتم عشيرتي الأقربون، لكنه ورد في الصحيح ما ذكرته لكم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وأنذرهم وقال إني لا أغني عنكم من الله شيئا، لكن لفظة أنتم عشيرتي الأقربون لم ترد بسند صحيح. ولهذا قال بعض أهل العلم بالقرآن، زعم بعض أهل العلم بالقرآن، يعني كان التخصص كان موجودا في وقتهم، أن هذا متخصص بالتفسير، إمام في التفسير وفي القرآن وفي علم القرآن، هذا متخصص في الفقه وأصوله، هذا متخصص في العقيدة وفي علم الكلام ونحو ذلك. فحينما قال بعض أهل العلم بالقرآن يشير إلى أمر، وهو أن يعني هناك بعض النص بعض الأحاديث والآثار يتناقلها أصحاب الفنون بعضهم عن بعض، تكون مألوفة ومتكررة ومترددة في كتب مثلا الفقه عند الفقهاء، أو في كتب أصول الفقه عند الأصوليين، أو في كتب علوم القرآن عند أهل القرآن أهل العلم بالقرآن، ولكنها لا تكون صحيحة، وهذا موجود ومتكرر مثل هذا. فالإمام الشافعي رحمه الله احتاط لذلك فقال زعم بعض أهل العلم بالقرآن وساقه بهذا الشكل. والإمام الشافعي رحمه الله هو من بني عبد مناف، هو من بني عبد مناف بن قصي ابن كلاب. نعم. قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر، أي قال لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يعني هذا الآن الإمام الشافعي رحمه الله يروي بنفس الإسناد اللي رواه قبل قليل، يروي عن ابن عيينة وابن عيينة عن ابن أبي نجيح، وابن أبي نجيح يروي عن مجاهد في تفسير الآية، وهنا أيضا في تفسير مجاهد للآية، وهذا يعني الأثر عن مجاهد ثابت عن طرق أخرى، أيضا عن طرق أخرى غير طريق الشافعي. الطبري موجود في هذا الحديث، هذا الأثر عن مجاهد، ابن جرير الطبري يروي بنفس السلسلة، يروي عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال، ونفس الكلام هذا موجود هناك في تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وهذا يعني هذا النقل عن مجاهد فيه بيان لتفسير الآية وراك، النقل السابق وإنه لذكر لك ولقومك، تفسير الآية وإنه لذكر لك ولقومك، والنقل هذا تفسير الآية ورفعنا لك ذكرك، سورة الهجرة، قال لا أذكر إلا ذكرت معي، لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولا شك أن هذا من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن إعلاء شأنه وبيان فضله. نعم. نعم ما شاء الله. يعني والله أعلم ذكره عند الإيمان بالله والأذان، ويحتمل ذكره عند تلاوة الكتاب وعند العمل بالطاعة والوقوف على عن المعصية. أما أنه عند الإيمان فعني أن يدخل الإسلام مأمورا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والأذان أيضا ظاهر، فشهادة لا إله إلا الله شهادة محمد رسول الله نصير الأذان
ترفعك كل يوم 5 مرات إن شاء الله. ثم قال ويحتمل ذكره عند تلاوة الكتاب وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية. أما قوله عند تلاوة الكتاب يعني لعل مراد مجاهد مراده مجاهد أنه يرد اسم النبي صلى الله عليه وسلم بعد اسم الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله عند العمل بالطاعة أن كل من أراد أن يعمل طاعة يتذكر الذي دل عليها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فما من طاعة وقربة لله تبارك وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغها للناس، وما من معصية إلا وحذر الناس منها. فعندما يريد العبد الإقدام على القربة والطاعة يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي دله عليها، عندما يمتنع ويقف عن فعل المعصية فإنه يتذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الذي دله على أنها معصية وحذره منها. نعم. صلى الله عليه وسلم. فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه، وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. لحظة يا شيخ. نعم. الآن الإمام الشافعي رحمه الله يتكلم بكلام يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم استحق هذا الثناء وهذه التزكية وهذه الصلاة وهذا السلام الذي نردده كثيرا، والذي نريد أن نعرف ما معناه حينما نقول اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد. الإمام الشافعي رحمه الله يقول لنا فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، يعني صلي عليه صلاة لا حد لها، عدد من الصلوات لا حد لها. وصلي عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه، وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه. ما معنى قوله وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه؟ أولا أريد أن أفهم ما المراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما المراد بالتزكية حينما قال زكانا. التزكية هي التطهير من الذنوب والمعاصي وآثارها، وذلك بفعل الطاعات التي تزيد في الحسنات وتمحو السيئات. التزكية تحصل بهذا، تحصل بالتطهير من الذنوب والمعاصي وآثار تلك الذنوب والمعاصي على العبد في معاشه وفي معاده، في سره وعلانيته، في حاله مع نفسه وقلبه، وحاله مع من هم حوله. يطهر الله يطلب العبد أن يطهره الله عز وجل من آثار تلك المعاصي والذنوب، وذلك بأن يزداد قلبه إيمانا
لأن الإيمان يزيد بالطاعة، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلسنا جميعا على رتبة واحدة في الإيمان، بل نحن نتفاوت، بل نحن نتفاوت، وتفاوتنا في الإيمان ناتج عن تفاوتنا في الأسباب الموصلة للإيمان، وهي الطاعات. فمن زادت طاعاته وحسناته زاد إيمانه، ومن زادت معاصيه وسيئاته قد ضعف إيمانه. إذن الإمام الشافعي رحمه الله يقول، يسأل الله عز وجل أن يزكينا وإياه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم أن التزكية تكون بفعل الطاعات واجتناب المعصية المعاصي، وهذا هو الذي يزيد في الحسنات، وهذا هو الذي يقوي إيمان العبد. ومن أعظم تلك الطاعات وأقلها كلفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم تلك الطاعات وأقلها كلفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى أن حنا نطلب من الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني وللأسف أننا يعني نغفل عن هذا، أو لا تنبه للمعنى المقصود بهذا. إيه، وهناك ألفاظ أخرى كثيرة نرددها ونكررها لا ندرك معانيها الحقيقية. ومن المهم جدا، وهذا من العلم، وهذا من أفضل العلم، أن ندرك معانيها ونستشعر معانيها حينما نقولها وحينما نرددها. وهذا الذي يعني لا يجعل لها أثر في قلوبنا، لا يجعل لها أثر في تصوراتنا، في فهمنا، في إدراكنا، في إيماننا، في لكننا اللي أدركنا معناها وقلناها ونحن مستحضرون تلك المعاني صار لها أثرها الذي يعني جعل الله عز وجل لها. فمعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى وتعظيمه، ثناء الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى وتعظيمه. أن نطلب من الله عز وجل أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعظمه، وأن يبين شرفه، وأن يذكر أوصافه التي اتصف بها وتوجب الثناء عليه في الملأ الأعلى. فالمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يطلب زيادة ذلك من الله تعالى. فأنتم حينما تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم تطلبون أن يزيد الله عز وجل في الثناء على نبيه بالملأ الأعلى. أنتم حينما تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم تطلبون أن يزيد الله في الثناء على النبي بالملأ الأعلى. المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يطلب زيادة ذلك من الله تعالى. أتدرون ما ثواب ذلك؟ أتدرون ما ثواب ذلك؟ هو أن الله سيذكركم بالثناء الحسن في الملأ الأعلى 10 مرات. أن الله عز وجل سيذكركم بالثناء الحسن في الملأ الأعلى 10 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ما أعظم هذا الشرف. تأمل، من الذي يذكرك؟ هو الله عز وجل. وعند من يذكرك؟ في الملأ الأعلى. وكم مرة يذكرك حينما تصلي مرة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10 مرات. إذن هذا فيه تزكية بلا شك، فيه تزكية وفيه زيادة في الحسنات، وفيه زيادة في الإيمان وقوة في اليقين. هذا الذي
يطلبه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم يقول: والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ما معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناه الدعاء بسلامة بدنه حال حياته، وسلامته من أهوال يوم القيامة. فلا ينتهي المرء من المخاوف والآفات بالموت، بمجرد الموت. ولذا كان دعاء الرسل إذا عبر الناس عليهم الصلاة والسلام، إذا عبر الناس الصراط: اللهم سلم سلم. فمعنى التسليم عليه أننا ندعو له بالسلامة من كل آفة، أننا ندعو له بالسلامة من كل آفة. نعم. وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عم من أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلكة وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه، فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين ودنيا أو دفع بها عنا مكروه فيهما وفي واحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها، القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها، الذائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد، المنبه للأسباب التي تورد الهلكة، القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها. فصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد. رحم الله الإمام الشافعي. هذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم في بيان ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم وما بذله من جهد في تبليغ هذا الدين وفي النصح لهذه الأمة وفي دلالة على كل ما يصلحها في أمر دينها ودنياها وتحذيرها من كل ما يضر بها ويفسدها في أمرها ودنياها. ولهذا قال النبي، قال الله تبارك وتعالى: وإنه لذكر لك وإنه لذكر للعالمين. قيل إن المراد به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي أنزل عليه، يعني أنهم أنهم يتذكرون، أنهم يتذكرون به كل ما يقربهم إلى الله عز وجل فيفعلونه، ويتذكر به كل ما يبعدهم عن الله عز وجل فيجتنبونه، لأنه هو الدال على ذلك وهو المرشد إليه، هو الدال على ذلك وهو الهادي إليه والمرشد إليه والمنبه على أسباب الهلكة والمفاسد والمضار لأجل أن نجتنبها. أرشدنا وهدانا ودلنا على أسباب النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة وأمرنا بها، ونبهنا لأسباب موارد الهلكة والشقاوة في الدنيا والآخرة وحذرنا منها. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. وأنزل عليه كتابه فقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
فنقلهم من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى، وبين فيهما أحل من بالتوسعة على خلقه، وما منا بالتوسعة على خلقه، وما حرم لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى، وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل وإمساك عن محارم حماهمها وأثابهم على طاعته. وأثابهم على طاعته الخلود في جنته والنجاة من نقمته ما عظمت به نعمته جل ثناؤه. الله سبحانه وتعالى يبين يعني منزلة هذا القرآن، هذا الكتاب الذي أنزل إلى الله أعلم، فهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل، والذي هو منزل من عند الله تبارك وتعالى الحكيم الحميد. والله تبارك وتعالى بهذا القرآن نقل الناس من الكفر إلى الإيمان، ومن على العمى إلى الهدى، وبيّن لهم في هذا القرآن ما أحله لهم منه بالتوسعة على خلقه، وما حرمه عليهم لما هو أعلم بهم، فهو خالقهم وأدرى بما يصلحهم، فما حرمه عليهم وأمرهم بالكف عنه إنما كان من أجل مصلحتهم في الدنيا وفي الآخرة. وابتلى طاعتهم يعني اختبرهم في هذه الدنيا، هل يطيعونه؟ هل ينقادون لأمره؟ ابتلاهم واختبرهم بأقوال وأفعال أمرهم أن يفعلوها، واختبرهم وابتلاهم بمحارم أي محرمات، فأعانهم على فعل الطاعات وحماهم من فعل المنكرات والمعاصي. فأعانهم على فعل الطاعات التي يتعبدون بها الله عز وجل من قول أو فعل، ومنعهم وحماهم وأمسكهم عن أن يقعوا في المعاصي والموبقات، وأثابهم على طاعته. هو الذي أعانهم على فعل الطاعة، وهو الذي حماهم من الوقوع في المعصية، وهو الذي يثيبهم على طاعته، على طاعة الله تبارك وتعالى، بالخلود في الجنة، بالخلود في الجنة والنجاة من النار. ما عظمت به نعمته جل ثناؤه. كيف يعني نعمة تتبعها نعمة، نعمة تتبعها نعمة، فتعظم النعمة، فتعظم نعمة الله عز وجل على عبده، مما يستوجب أن يشكره. وكل شكر الله يحتاج إلى شكر، كل توفيق من الله عز وجل للعبد أن يشكر ربه عز وجل على نعمة أنعم به عليها يحتاج إلى شكر لله عز وجل أن وفقه لذلك. نعم نعم. لحظة شيخ لو سمحتم، هنا هذه العبارة إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها، ربما أنا بحاجة إلى توضيح هنا. نعم إلا رقم إلا. أيوة رقم 39 أين هو؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سبب لكل خير. هنا نعم هو السبب القائد إلى الخير، والهادي إليه، والذائد عن الشر والهلكة، والمحذر منه. ما هو الذائد؟ الذائد يعني المانع الذي يمنع من الوقوع في الهلكة، يمنع الناس، يقف أمام المكان الخطر. مثلا هناك مكان فيه حفرة عميقة، فيقف قبل الحفرة أمام الناس يمنعهم ويذودهم عن أن يقعوا فيها. الزائد عن الهلكة،
يعني المانع للناس أن يقعوا فيما يهلكهم وفيما يفسدهم وفيما يضرهم. نعم، كل هذا من خلال الأحاديث النبوية وتعاليمه. نعم، هو الذي بلغنا القرآن قبل كل شيء. نعم، هو الذي بلغنا القرآن، وهو الذي أعطاه الله عز وجل الحكمة التي هي السنة فبلغها للناس. نعم، فهو أوتي القرآن ومثله معه. نعم، هذا المراد. بارك الله. والإخوة، إذا كان هناك غموض ومزيد حاجة إلى مزيد من التوضيح تفضل يعني. طيب نواصل. نعم نفتح يعني إذا فيها. نعم. إذا فيها أحد يحب أن يسأل فلا بأس. نعم. طالما أنها يعني أسئلة يعني لا تعيق الدرس ولا يعني بالنظر عدد الطلاب وكثرتهم. يعني نخشى أن الأسئلة تكون كثيرة بحيث أنها تعق عن مواصلة الدرس، لكن إذا كان هناك أسئلة محدودة فلا بأس، وفي ما هو أمامنا يعني في إشكال حول ما قرأناه أو نقرأه أو نقوله أثناء الدرس. أي نعم، تفضلوا. الأسئلة حول العبارات حتى نفهم العبارات بشكل جيد يعني. تفضلوا إخوة. فاجأناهم بهذا. الآن أخبرناهم أن المجال مفتوح للأسئلة. الآن أخبرناهم يعني إما أنهم فاجأناهم أو أنهم بحمد الله فهموا كل شيء. كل ما مضى مفهوم أنه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. هنا الإشكال شيخ، إذا كان كل واحد لديهم كتاب لكان الأمر جيد يعني. حتى أنا لا أفعل شاشة، فيطلعون على الكتب ويكتبون ملاحظة ويسألون، لكن لو يعتمدون على الشاسع صعب. طيب، يوجد أخونا مشفع الدريني. نعم، مشفع، تفضل. شفع مشفع، تفضل أستاذ مشفع. اتفضل ورفع اليد ولا يفتح الصوت. لا يعني لم يفتح الصوت. نعم، خلاص نواصل أولا. نعم، تفضل. تفضل. المهم الإخوة، عفوا، تحية إسلام، اجعلني كوهوس الأستاذ تحية إسلام. الآن أنا لا أستطيع أن أفعل شير، أغلق مني هذا الشير. أي خلاص الآن. طيب، الآن نحن في 41. بسم الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته. نعم. ووعظهم بالأخبار عمن كان قبلهم ممن كان أكثر منهم أموالا وأولادا وأطول أعمارا وأحمد آثارا، فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون آمالهم، ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم. الصوت عندكم مغلق يا شيخ. هذا طيب. هذا طيب. مرة أخرى. ووعظهم بالأخبار عمن كان قبلهم ممن كان أكثر منهم أموالا وأولادا وأطول أعمارا وأحمد آثارا، فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون آمالهم، ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء أجلهم ليعتبروا في أنف الأوان، ويتفهموا بجلية التبيان، ويتنبهوا قبل رين الغفلة، ويعملوا قبل انقطاع المدة، حين لا يعتب مذنب ولا تؤخذ فدية، وتجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. نعم شيخ، هذه العبارة أظن يحتاج إلى فك وإلى شرح. نعم،
صوتكم مغلق. عفوا شيخ. نعم الآن مفتوح. أستاذ عبد المحسن. أي نعم أستاذ مشفع لحظة. الآن الآن كنت أريد أن أسأل عبارة المصنف. تفضل أستاذ مشفع. أي واحد هذا؟ وما حرم لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى. لحظة نحن نرفع الشاشة في صفحة حرم... رقم 40. أي نعم رقم 40. أي نعم هذا وما حرم رقم 40. رقم 40 وما حرم لما إيه هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى. إيه نعم بارك الله فيكم أستاذ مشفع. قال وبين فيه ما أحل مناً بالتوسعة على خلقه. بيّن الله عز وجل في القرآن ما أحله للناس وأباحه لهم امتناناً من الله عز وجل على خلقه في ذلك. وما حرم بيّن الله عز وجل في القرآن أيضاً ما حرمه عليهم لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى، يعني من حظهم ونصيبهم و مصلحتهم ان 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 يعني المعصيه اذا فيها شهوه قريبه فان الراحه والانس والسعاده وانشراح القلب وطمانينه النفس هي في اجتنابها، ولو انه بان له انها فيها مصلحه. لا، الكف عنها هو المصلحة وهو الحظ وهو الخير وهو النصيب في الآخرة والأولى. كل ما حرم الله عز وجل على الناس فهذا هو شأنه. جزاكم الله خير شيخ بارك الله فيك. أقول بالنسبة نعود إلى موضوعنا. قال وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته، أخبرهم بذلك أن من عصاه ومن خالف أمره ومن عصى نبيه صلى الله عليه وسلم ومن لم يؤمن بهذا الدين الذي جاء به فإنهم على خلاف أهل طاعته، فإنهم موعودون بالعذاب والنكال والنار بخلاف ما يعني بخلاف ما أعلمه لأهل طاعته من أنهم سينعمون ويدخلون الجنة و يسعدون في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال ووعظهم بالأخبار، يعني أعلمهم ولم يكتفي بأنه أعلمهم، لا وعظهم وذكرهم وخوفهم وبين لهم أحوال من كان قبلهم ممن هم أقوى منهم وأطول أعمارا وأصح أبدانا وأكثر أموالا. يحكي لهم هذه القصص وهذه الأخبار عن السابقين، وهذه قصص واقعية، قصص حدثت على هذه الأرض في هذه الدنيا. يذكرها لهم، يذكر لهم تلك الأخبار ويبين لهم أن هؤلاء لم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا صحتهم ولا قوتهم ولا طول أعمارهم، بل أهلكهم الله عز وجل وأذاقهم ملاياهم دون آمالهم. عندهم آمال يتمنون حصولها ويستمرون في ذلك، وهذا حال من آدم دائما، يأتي الموت وهو لم ينتهي من آماله وأشغاله وأعماله. ولكن من ارتبط بالله عز وجل ومن قوي إيمانه لا يدخل في هذا النفق بتوفيق من الله تبارك وتعالى. قال ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم ليعتبروا في أنف الأوان، يعني في مستقبل الزمان يعتبروا ويتعظوا فيما يأتي من الزمان، يعتبروا ويتعظوا ويرجعوا عن معصيتهم إلى الطاعة، معصيتهم لله عز وجل إلى طاعته وعن كريم بالله عز وجل الإيمان به، ويتفهم بجلية التبيان
ويتنبه قبل رين الغفلة، يعني يتفهم ببيان جلي واضح بين، وينتبه قبل أن يران على قلوبهم، قبل أن تنطمس قلوبهم، قبل أن تسود قلوبهم، فلا يستطيعون أن يميزوا الحق من الباطل، ويعملوا قبل انقطاع المدة قبل الموت، حتى لا يعتب حين لا يعتب حين لا يعتب مذنب، يعني لا إذا 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 مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم أو إذا غرغر ابن آدم وأقبل على الموت، فإنه لا يقبل من عذر، فإنه لا يقبل من عذر. حين لا يعتب مذنب، يعني هذا المذنب الذي يريد أن يعتذر وعذره غير مقبول بمجرد الغرغرة، بمجرد إقباله على الموت. ولا تؤخذ منه فدية، لا يقبل منه أي بديل أو أي شيء في مقابلة ما فعله من معاصي وذنوب، في مقابلة ما يستحقه، أو ما يستحقه تجاه ما فعله من معاصي وذنوب في هذه الدنيا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، أي محضرة معناها، هذا من ما يسمى بالحذف أو الاقتضاء أو الإضمار. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء محضرة تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، تود لو أن بينها وبين هذا السوء وهذه المعاصي وهذه الذنوب مسافات بعيدة شاسعة كبيرة، لم تقع فيها ولم تقترفها ولم تعرفها ولم تعرف أهلها ولم تجاورهم ولم تصاحبهم ولم تسافر معهم. نسأل الله العافية والسلامة. نعم نعم، بارك الله فيكم. فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه، فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، وعلمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. نعم نعم. 43 ولا نعم نعم رقم 43 هنا أظن، وهذا مبدأ هذه العبارة. جميل. قال فكل ما أنزل، ما أنزل في كتابه جل ثناؤه، فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، رحمة بالله بالعباد لأنه هو خالقهم وهو الأعلم بما يصلحهم وهو أرحم بهم من أمهاتهم سبحانه وتعالى، وحجة أي أن كل ما في هذا القرآن دليل على ما شرعه الله عز وجل وما أمر به، فكل ما أمر الله عز وجل به في هذا القرآن فالمكلف مأمور بامتثاله، وكل ما نهى عنه فالمكلف مأمور باجتنابه والانتهاء عنه، فهو حجة على الناس أجمعين. علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه، أي من جهل ما في القرآن فهو الجاهل مهما علم من العلوم الأخرى، من جهل بما في هذا القرآن فهو الجاهل مهما علم من العلوم الأخرى، ولا يمكن أن يكون عالما، ومن علم ما في هذا القرآن فهو العالم، وما علم ما في هذا القرآن فهو العالم، ولا يمكن أن يوصف بأنه جاهل. فإذا نحن أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا؟
كيف نقرأ القرآن ونسمع القرآن ونقرأ الآيات ونرد الآيات ولا نفهم معناها ولا نفقه معناها؟ لو انقطع الإنسان حياته كلها من أجل هذا لكان في خير عظيم. لو انقطع الإنسان حياته كلها من أجل هذا لكان في خير عظيم، أن يتفرغ لقراءة هذا القرآن وتدبره وإدراك معانيه واستحضاره متى ما أراد ذلك. هذا هو العلم، هذا هو العلم، وهذا هو الشرف عند الله عز وجل وعند المسلمين، عند الله تبارك وتعالى وعند المسلمين. ثم قال: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، أي العلم بالقرآن. أين نحن من هذا؟ لماذا نحن غافلون؟ لماذا نحن نحرص على الكتب وغيرها وتردد وهذا خير بلا شك، وهذا من الإعانة على فهم القرآن، لكننا نقصر كثيرا الكتاب العزيز، نقصر كثيرا في تلاوة هذا القرآن وتواصل معه واستمرار مدراسته ومحاولة فهمه وإدراك معانيه ومعرفة أسباب نزوله ومعرفة مطلقه ومقيده وعامه وخاصه ومجمله ومبينه. من فتح الله عز وجل عليه بذلك فهو بلا شك فهو العالم، فهو بلا شك العالم الذي سيفتح الله عز وجل له أنواع الفتوحات، أنواع الفتوحات من علوم الدين والدنيا. نعم. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك نص واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه تعالى. سبحانه وتعالى. هذا كل حث على تعلم القرآن ومدارسته وملازمته وفهم عنه، ولا شك أن هذا أمر عظيم، أمر يعني يحث عليه ونتواصى فيما بيننا بذلك. نعم، يعني هذا كله يعود إلى الحث على دراسة القرآن شيخ. نعم. طيب، ثم فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا علما، نعم عفوا، فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم فاز بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإيمان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. انتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة. من فاز بهذه الفضيلة، من فاز بهذا الشرف وهذه المكانة العظيمة، من وفق لذلك، من جاهد نفسه لذلك، فإنه سيحظى بهذا الخير العظيم، سيحظى بهذا الخير العظيم. نعم. فنصر الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها علينا مع تقصيرنا في الاتيان على ما أوجب به من شكره بها إن شاء الله، والجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يدعو الله تبارك وتعالى أن ويثني عليه قبل الدعاء بنعمه التي أنعم بها علينا قبل أن نستحقها وأدامها علينا مع تقصيرنا في الإتيان بما يوجب شكرها، والذي جعلنا من خير أمة أخرجت الناس، يسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهما في كتابه. بعد أن أثنى الله عز وجل بهذا الثناء الحسن
يسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا فهما في كتابه ثم سنة نبيه وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه. يسأله أن يوفقنا لأن نقول قولا نقول كل قول ونعمل كل عمل يؤدي به عنا حقه، يعني نؤدي به شكر الله عز وجل على هذه النعمة المتتابعة المتوالية، ويوجب لنا نافلة مزيده، ويوجب لنا نافلة مزيده. هذه لعل معناها يعني أن لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني يوجب لنا نعم أخرى تزيد على هذه النعم التي نحن عليها، لأن الله عز وجل أمرنا بالشكر ووعدنا بالمزيد. نعم ما شاء الله. أما عبارة المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها، هذه العبارة نعم الله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة جدا لا نستحقها. الله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونحن لسنا أهلا لها ولا مستحقين لها. هذا مراد، يعني ابتدأها يعني أعطانا إياها من دون استحقاق. نعم 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 قال الشافعي رحمه الله: فليس التنزيل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم، هذه العبارة من الإمام الشافعي من العبارات الشهيرة التي يتناقض الناس عنها. فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. نعم، ما هو شيخ هذا المرد؟ نعم، يعني أنه لا يقع أمرا حادثا وتنزل نازلة جديدة إلا وفي كتاب الله عز وجل سبيل الهدى فيها، إلا وفي كتاب الله تبارك وتعالى سبيل الهدى فيها. واستدل بهذه الآيات ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. تبيانا لكل شيء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن الهدى في هذا القرآن، كل ما نزلت بالناس، لا يأتي أن يقول لا هذه حادثة، هذه نازلة، هذه جديدة، هذه ما كانت معروفة. كل ما نزل بالناس من نازلة وكل ما حدث من حادثة فإن في كتاب الله عز وجل سبيل الهدى والرشاد. المقصود نازل مصيبة ولا ما؟ لا ليس لا يعني حادثة، يعني مثلا قضية الاستنساخ، هل هو جائز الاستنساخ أو محرم؟ يعني مسألة جديدة. إيه نعم، هنا مقصود يعني قضايا متجددة، الحادثة والجديدة. إيه نعم، يقصد بها أنكم لا تقولون أن هذه جديدة، هذه نازلة، هذه ليست في القرآن، لم يذكرها القرآن. لا، كل ما نزل بالناس من نازلة فإن الهدى والرشاد في هذه النازلة موجود في القرآن، ولكن طبعا ليس بنصه بلا شك. يعني أنت لن تجد آية في القرآن تقول لك إن الاستنساخ حلال، ولا تجد آية تقول لك الاستنساخ حرام. ليس بنصه، ليس وليس هذا مراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وإنما
الإرشاد إلى ما يبينه بيان أن يعني القرائن بيان أن هذا من الاستحسان والاستحسان حجة، والذي مثلا يستدلون باستحسان يستدلون بآيات من القرآن أن هذا من المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة حجة، أن هذا إذا لا يوجد نازلة إلا وفي القرآن بيان الهدى والرشاد في هذه النازلة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهى الوقت أظن، ونرجع الكلام في بقية هذا الكتاب ويتعلق بباب كيف البيان إلى اللقاء القادم إن شاء الله. ونطلب من الأخ عبد اللطيف، موجود الأخ عبد اللطيف؟ الأخ عبد اللطيف يسمعني الآن. أين الأخ؟ تفضل أخ. أين أنت؟ نعم يا شيخ. مرحبا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، يا مرحبا بالأخ عبد اللطيف والابن عبد اللطيف. أنت فرحنا بأنك تقرأ في الكتاب، ونسعد بذلك، ونطلب منك المحاضرة اللقاء القادم إن شاء الله. إن شاء الله شيخ. أن تبدأ من باب كيف البيان. نعم نعم يا شيخ إن شاء الله. أعانك الله أعانك الله، يا مرحبا يا مرحبا. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، حفظكم الله.